الجهاز قاعد يسوي الاستهرت ويندوز 7 بروفيشنال ها سنشوف للحين قاعد يسوي الاستهرت جوائح جائحة تعايش صباحكم الله بالخير تعايش جوائح ها تحدث لا يتحدث في ما يخصه يتحدث يعني احنا صار لنا 7 شهور نسمع وجهة نظركم المنظومة الطبية تنهار ما عندكم استعداد صورة تسمعون وجهة نظرنا معقول يعني أقول لكم من صباح الله خير الأفكار الخبيثة الأفكار الهدامة الخبيثة وإحنا نحن نتابعك لا تجعلنا نكرهك لا تج يعني بالجمع يتكلم عن نفسه بالجمع يا جماعة والله ترى يوصلني العجب أنا بشكل يومي يعني لو أقعد ويا واحد فيكم وأقرأ له اللي عندي يعني مجموع الردود هني بالموقع بالتويتر اجمع لك يعني اجمع لك من كل بستان شوكة شوف العجب تقول معقول المجتمع بهالشكل ساب سناب شات هذا للإضافات الجدد اللي موجودين هو فيه بحدود من 100 ل 200 إضافة باليوم يعني سابقا كان من 70 ل 100 الحين زاد من 100 ل 200 تقريبا الإضافات الجدد هذا حساب يوميات شخص تقني يوميات وشخص تقني يتكلم بالتقنية واتكلم بيوميات حسابي شخص يعني حاط انا ترى حاط يوزر نيمي وباسوردي ترى يعني انا مو حاط حساب غيري حسابي ما ادري يعني هل يحق لي اقول انه لي ما ادري بصراحه عموما في المجال التقني حاليا ضفت اضافه جديده اللي هي كيف تستفيد من اليو اس بي لان كنت اظن ان هذا الشيء بديهي ان الناس عارفه شلون تستفيد من اليو اس بي بس لما سويت موضوع كيف تستفيد من التايب سي اكتشفت ان في ناس يبون يستفيدون من اليو اس بي العادي اللي هو التايب اي فالتايب سي يو اس بي تايب سي موجود بالموقع راح اضيف عليه كيف تستفيد من التايب اي وراح تشوف انواع غريبه بصراحه وممكن تلفت نظرك الامور جديده الحين اي تي تقدر تاخذ راحتك مرتاح تروح تخلص شغلك بالليل تشغل مقطع صوتي مرتاح ما في زحمه ما في عندك سبورت تتونس فيه بالدرب يعني بدأت ترجع الحياه بشكل طبيعي متاخر بس الحمد لله يعني بدينا نشوف شيء يعني اخيرا تقدر تطلع 4 الفجر يعني سلك التايب اي هو السلك الطبيعي اللي موجود بلابتوبك طبعا اللي موجود بلابتوبك يسمونه اوتبوت او يسمونه فيميل لان الطرف الثاني هو الميل اللي يكون بارز الطرف الاخر يسمونه فيميل هذا اسمه الفني يمكن يكون مضحك او مزعج او هو اسمه ميل وفيميل حاله حال عاشق ومعشوق بالعالم النجاره مثلا في الاي تي يسمونه انبوت اوتبوت او يسمونه ميل وفيميل اللي موجود على لابتوبك هو الفيميل هذا المنفذ انت راح تستغرب من كمية الاستفادة منه مفيد جدا المنفذ هذا حتى على مستوى الاجهزة اللي تدعم اوتوماتيك هاردوير مثل التلفاز مثلا تقدر تخلي تلفزيونك من خلال منفذ يو اس بي يستقبل ايثرنت لهالدرجة اذا كان يدعم طبعا تقدر تطلع مخارج التلفزيون يعني يو اس بي تو في جي اي يو اس بي تو ديسبلاي بورت يو اس بي تو اتش دي ام اي يو اس بي تو دي في اي يعني ما راح تخلص من المخارج اللي ممكن يطلعها اليو اس بي بالاضافة للمخارج القديمة اللي هي البرينتر والفاكس وغيره طبعا ممكن يطلع لك USB 2 ports اللي هي المخارج مثلا دوك او اكثر من مخرج مايكرو اس دي كارد فول اس دي كارد ففي مجموعة انا حاطها لك على امازون رابط الشراء المباشر راح احطها على الموقع تلقاها على امازون دايركت حاليا قاعد ازيدها في مجموعة مجربة يعني ما حطيت لك اي كلام كل القطع مجربة في بعض القطع جربتها مو حقيقة عنها يعني مثلا DVI مو حقيقي يعني يعطي HD resolution وهذا الأمر غير كافي 2020 ففي بعضهم أنا سحبتهم ترى هاي الواحد يقدر يشتغل على راحته فترة هذه فترة الذهبية اللي تشتغل فيها أتمنى لكم يوما سعيدا وأراكم إن شاء الله في أقرب فرصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخيرا وصل اللود بالانسر هذا وفكرته انه يجمع السرعات ويدبلها لك الجهاز بالويب سايت شكله صغير تشوفه تقول يا حليله لكن على ارض الواقع شوفه بجانب الراوتر هذا شوف الصندوق بالشكل هذا كيبل شحن 2 ايثرنت ومثبت حائط وبي جي اي المخارج كالتالي يو اس بي النسخه الثالثه تستخدم هارد ديسك اس اس دي اللي تبي بعدين كونسول للتحكم تكنيكال هذا بعدين اس اف بي بلس يعطي 10 جيجا بت بير سكند بعدين نسخ ال 2.5 جيجا بت 2 بعدين عندك نسخ ال 1 جيجا الباقي
فالجهاز يكون فيه 8 وان ان و4 وان معلن او غيره، تقدر تطلع يا 4 يا 8، يعني الامر يرجع لك، يا تدخل له 8 وتطلع منه 4 او كيفك، الامر مفتوح. الحين دقائق بس اضبط الامور، حدث الفريموير، بعدين اشبكه على 3 5G ووريكم السرعه اللي راح نحصل عليها. هني 3 5G موصلين، الحين قاعد اسوي تحديث الفريموير. شوف الداشبورد، والله ممتاز الداشبورد مالهم يا جماعه. شوف هني في ماب بالداشبورد، في كل شيء شورت كت اختصارات، فراح اسوي تسجيل حق البرودكت. حاليا تحديث الفريموير، يعني انا بعطيك اياه بافضل سيناريو بعدين نعطيكم الفحص. في التحديث لازم تحدث وعندك واحد وان راكب فقط، يعني ما يصير تحط 3 وتحصل على السرعه لان في مشاكل بالاي بي. فاذا تبي تحدث الفريموير تاكد ان عندك انترنت واحد وان داخل لهذا اللود بالانسر. اللابتوب مو قادر يتعرف على سرعات 2.5 جيج، فلازم انزله لل1، فجاري تجربه من جديد. للحين هذه السرعه اللي انا حصلت عليها، والمفروض اني احصل على سرعه اعلى ترى، لكن جاري التجارب ايضا. التجربه الاولى كانت 1000 1000 1000 من دمجين يطلعونهم من خلال 2.5، يعني هذا ايثرنت اوت، اعطاني 1.2. الحين راح اطلع 2 وراح ادمجهم هنا، فراح يكون هذا ان 2.5 وهذا ان 1، وراح نشوف السرعه كم. يعني للحظة حصلت على السرعة هذه لحظة واحدة بس، بعدين فقدتها، فللحين قاعد أجرب. طبعا ما راح تحصل على سرعة ثابتة، لكن قاعد أحاول أني أحصل على أعلى سرعة ممكن أوريكم إياها. مساكم الله بالخير شباب، راح أجل التجربة بسبب مشاكل في STC راوتر، فهذا الراوتر كان يعطيني سرعات عالية، بعدين فجأة قام يعطيني 50 و60، لأن الراوتر لازم يكون مقفل على شبكتهم، فطلبوا مني رقم السيريال نمبر علشان يربطون الراوتر ويلعنونه بالداشبورد تبعهم علشان يقبل السرعات العالية. فراح أجل الدمج ما بين STC وزين، طبعا أريد أشيلها من الحسبة في أقرب فرصة إن شاء الله.